على اتحاد البوليدة، المباراة حضرها رفيق تدفت. نقاط لقاء الجريحين الباحثين عن الفوز الغائب لم تكن سهلة المنال بين شبيبة بجاية واتحاد البوليدة، فالمستقبل بحث عن الأسبقية والتسجيل، والمستقبل شدد الدفاع ليحول دون ذلك. الشوط الأول لم يرتقي للمستوى المتوقع، والفرصة الأولى صنعها اتحاد البوليدة إثر هجمة مرتدة، لكن الحارس مكراش كان في المكان المناسب، وكانت هي الفرصة الأولى والأخيرة للضيوف في هذه المرحلة. استفاقة رفقاء كمال بن مسعود لم تأتي إلا بعد مرور نصف الساعة الأولى من الشوط بنسج هجمات وصناعة فرص متكررة، لكنها لم تكلل بالمطلوب فضاعت كلها هباء منثورا، وانقضى الشوط ببياض النتيجة. الشوط الثاني ورغم بدايته الضعيفة إلا أن الشبيبة كانت تحاول بين الفينة والأخرى الوصول لشباك المتألق بوطاقة في ظل غياب الرد الحقيقي لأشبال بالحنفي. منعرج اللقاء جاء عند تمام الدقيقة 61 إثر كرة ثابتة نفذها غانم بإحكام مباشرة للشباك، هدف أول لجياسم بي تنفس به الصعداء وأعاد الثقة لصفوف التشكيلة التي بحثت عن التعميق، فكان ذلك في الدقيقة 74 بفرصة ثنائية بين أسامة خلاف الذي قدم كرة من ذهب اغتنمها بيتاش ليوقع ثاني الأهداف ومحررا الأنصار في المدرجات. الرد من اتحاد البوليدة لم يكن إلا بعد تسجيل الهدف الثاني بمحاولات تصدى لها الحارس مكراش. الشبيبة وصلت في الهجوم وتمكنت من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 89 عن طريق البديل بن سايح، وهو آخر أهداف المباراة.